شو هاد؟ مثل الفانوس السحري. تخيل يا عجاج، قال امسحه قام يطلع لي مارد. بسم الله الرحمن الرحيم. لو نأذيكم ولا تأذونا. لك يا عود، انت خرجك تأذي حدا؟ انت منو انت؟ يعني ما بين معك؟ ايه شايفك قبل مرة بأفلام كرتون. انت المارد السحري، بدك تحقق لي أمنياتي، بدك تحقق لي رغباتي. يسعد الله. لا إله إلا الله. شو بك يا معلم، ما بدك تقلي شبيك لبيك عبدك بين إيديك؟ سيدي رح نجي معك، شبيك لبيك عبدك بين إيديك. انت عيني، بدي منك طلع فيني، ركز، بدي منك اوعى شغلة سياسة ما سياسة بتروحني بتروح حالك. لك شبك ما هبلت امي لسه، ما حكيت بالسياسة. شبك عم اقول لك اذا سلاح مالي هون بدوب. ولك ما حكيت بالسلاح، ما قلت شيء. عم قول اذا مصاري. شو ما شاء الله، شو هالمارد هذا؟ منتوخ باين عنه. ولك انا ليش اسمك مارد؟ الا وضع منيح، اشتغل بالصوف. بحياة الميمي صار لي 1500 سنة ما اكلت. بلتان عندك لقمة لبنة مع كاسة شاي، والله قالب على نصي هيك كنت. هلا انا شكل واحد عنده لبنة وكاس شاي، ما معقول انت يعني. وين بدك تلاقي الشاي واللبنة هون؟ يعني هلا انت ما بدك تحقق لي امنياتي بشرفك، يلا حقق لي اياهم. لك انا رغبات يا زلمة، وضعكم احسن من وضعنا. هيك خلصني ما ما شاء الله عليك. ايه مشان ايش بالذهب؟ مو ذهب ابيض هذا بالله؟ هذا ذهب ابيض هذا، كل شيء شايفه فالصو. عم اقول لك وقت صعب كثير. الله وكيلك، إيه ما في مارد عنكم ماين على شحمة اذنه. لا فالصو، عامل فيها مثل حبة الزرقاء وبتقلي فالصو وما تمون على شحمة اذنك. اخي انا معي شوية مصاري. حياة المين مع مصاري؟ مو مشانك، مو مشانك. انا معي مصاري لإلي. عم فكر بقلبهم دولار بسعر المركزي، بعدين بصرفهم بالسوق السوداء بغير سعر. عرفت شلون؟ دولار شو؟ ايش هو ناوي تفوتنا على الدوري؟ انا بهيك قصص ما بشتغل بدون. فهمت عليك. لا معقول فوتك على البوري؟ ثقيل ثقيل هالطلب. خلاص بلا بلا بلا، بنخفف لك الطلب. ساكن بغرفة انا، مخالفات. معيتك زبط لي فيها ورقة طابة وان شاء الله بالتنظيم. والله ما تشتغلنا هي الشغلات المحلية، يعني طابة وطوابع، يعني اخي عتتانة بعتتانة هي القصة. معدت الطلب، معدت. ايه فهمت عليك. اخي عندي طلب مو معد. الباب عندي بس يهب الهواء عم يفتح لحاله. حولك شي بورية شي خشبة هيك؟ هلا هذا طلب بينطري. معقولة تكسر نفسك إلي مشان شقفة خشبة؟ خلاص هي أنت دبرها يا أخي. لك شو أنت؟ مارد ولا مو مارد؟ شو مشان هي شباك لبيك عبدك بين إيديك صرعتونا فيها؟ لك يا بني آدم، زمن المعجزات انتهى. هلأ ما في مارد باين على شو اسمه. لك يخرب بيتك من حالك، لعيت لي قلبي. ولك بس أمي وحدة حالي بدي أتجوز. أخي جوزني، بدي عروس. لك أنا بده مين يجوزني؟ أخي طلعني من هالمستنقع، ظبط لي وظيفة. ولك حقق لي أمي وحدي، يخرب بيتك من حالك. وحدي بس، أمي وحدي بس. لك تقبر قلبي ما تواخذني، والله وشي أسود منك بهذا الوقت الصعب. إيه ما في مارد ماين على حاله. بعدين أنت الله يسامحك ليش فلكت الفانوس؟ لك شو لك علاقة فيني ليش فلكت الفانوس؟ لك جنني، لا تخليني أضربك بوكس هلا أرجعك على أمهم. أخي غير لي اسمي، ما حاب ولا اسمي عجاج. شو الاسم هذا؟ سميني كريستيانو. ايش قالوا لك بشتغل بالنفوس؟ لما مسميني شي ما اخترع.
لا لا شو بالنفوس؟ معقول تكون بالنفوس اخي؟ ظبط لي تليفون ارضي نت موبايل هاي تبع اللحمسه. طيب كهرباء؟ بدي كهرباء. كهرباء؟ ليش في بالبلد كهرباء؟ ليش كان ما في عندك كهرباء؟ طيب غاز؟ غاز؟ في عندي غاز صغير تبع متي بدي اعبيه، صار لي 15 سنه عم حوص ولوس ما عم اقدر اعبيه. 15 سنه؟ طيب اخي بطاريه لده، عندك لده؟ ايه فوت معي، ارفع اصبعتك ما بتشوفها. انا خلص فهمت عليك، مطلوب منه النصيب هذا، عم شو الحظ اللي عندي في الصخر. اخي خلص ما عملنا منك شيء، ما عم بدي ولا رغبه، بطلنا. احكي لي شو عم يصير؟ اخي انا بالسياسه ما بتدخل، مو بعرف غير محافظه. لك مين حكى بالسياسه؟ فوتني معك على الام مشان الله، ما بدي اعيش خلص، ما بدي يروح. خذ اللي عندك. فوتك معي على الام ايه؟ انا دوبي وسعان جوا، اذا بتحط اصبعت رجلك بنفوت انا وياك بالحيط، بعدين بدك فيزا. بدي فيزا؟ فهمت عليك. فهمني انت شو؟ يعني انت مو طالع بايدك شيء بنو؟ لا والله مو طالع بايدي شيء. اقول لك شغلي، حتى المارد عنكو دوبه يدبر حاله. فهمت عليك. اطلب اطلب اطلب، شبيك لبيك، عجاج بين ايديك. عندي رغبه اذا طلبت منك بتحقق لي اياها. بحقق لك اياها. بدي اياك ترجعني على الأمم وتدفني بسابع ارضي، وجدي الازرق ما يعرف محلتي.